الإخوة يسألون ويقولون نحن 4 أشخاص نأخذ راتبا قدره 230 دينار، فإذا أخذ كل شخص مبلغ 100 دينار من راتبه ثم نجمعها ويأخذها أحدنا ثم الشهر الثاني يأخذها الآخر وهكذا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل فيه شيء من الحرام؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي أراه أن هذه العملية لا تجوز لعدة محاذير. أولا أنها قرض جر نفعا، لأن كل واحد من هؤلاء الجماعة إنما أقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، فهو قرض مشروط في قرض وعقدان في عقد واحد، يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وأيضا هذا المقترض من هؤلاء الجماعة الكثيرين يحمل نفسه ديونا لجماعة كثيرين، وقد لا يستطيع السداد، وقد يفصل من الوظيفة، وقد يعرض له عارض أو ينقل من المكان، فيحصل التساهل في حقوق الآخرين، وهو لم يلجئه الله إلى هذه العملية. عليه أن يطلب حاجته بالطرق السليمة كالاقتراض من أحد أصحابه، أو أن يستدين منه دينا على الوجه المشروع، ولا يتحمل هذه الحمالة لهؤلاء الجماعة الكثيرين. نعم.